باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. ومع روحك أيضا. أيها الإخوة والأخوات، ما أجمل وأروع أن يلتقي الإخوة معا بعد انقطاع عن الاحتفال بعيد مريم العذراء سيدة الجبل بسبب الوباء في العام المنصرم. ها نحن اليوم اجتمعنا بأعداد كبيرة، والقاسم المشترك بيننا جميعا هو حبنا لأمنا السماوية. فلنندم على ضعفنا فنكون أهلا للاشتراك في هذه الأسرار المقدسة ونيل مواهب هذا العيد. باسم رعية سيدة الجبل، باسم رعيتنا رعية سيدة الجبل، بنرحب بسيدنا المطران ويليام الشوملي، بنرحب بكل الحضور الموجودين، بنتمنى ليكو قداس هادئ مليء بالنعم الروحية عند العذراء سيدة الجبل. أهلا وسهلا بيكو، أهلا وسهلا بالخوارنا، أهلا وسهلا بيك سيدنا، شرفتنا، أهلا وسهلا بالجميع. شكرا. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة، لأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم حكمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين. كيريا أليسون، كريستا أليسون، كيريا أليسون، كيريا أليسون. المسار نور.
لنصلي. جئنا اليوم نشيد بذكر العذراء القديسة مريم سيدة الجبل، فجد لنا بشفاعتها أيها الرب السميع أن ننال نحن أيضا من ملئك نعمة على نعمة بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور، آمين. اسمحوا لي أذكر بوجود كهنة لسماع الاعترافات في الكنيسة على يميني، في كاهنين وفي كاهن عند المظلة خلف السيارة. ياريت نستفيد من هاي المناسبة، نعترف بخطايانا حتى نتناول جسد المسيح عن جدارة واستحقاق. في القراءة الأولى يروي القديس يوحنا ما رآه في رؤيا من بهاء العذراء المنقطع النظير وعملها العظيم للدفاع عن كنيسة الله المختارة والعبور بها إلى بر الأمان، إذ كانت هي أداة الخلاص الذي انتظره الشعوب. إني أسر في الرب. القراءة الأولى قراءة من سفر أشعياء النبي. فرحاً أفرح بالرب، تبتهج نفسي بإلهي، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر، مثل عريس يتزين بعمامة، ومثل عروس تتزين بحليها، لأنه كما أن الأرض تخرج نباتها، وكما أن الجنة تنبت مزروعاتها، هكذا السيد الرب ينبت برًا وتسبيحًا أمام كل الأمم. كلام الرب. Amen.
تتحدث القراءة الثانية عن مريم الأم الحنون التي كانت تجمع أبناءها من حولها للصلاة، والتي كانت الخيط الواصل بين الأرض والسماء بعد صعود يسوع الممجد ليستقر عن يمين الآب. أرسل الله ابنه مولوداً لامرأة. القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطية. أيها الإخوة، ولما تم الزمان أرسل الله ابنه مولوداً لامرأة، مولوداً في حكم الشريعة ليفتدي الذين هم في حكم الشريعة فننال التبني. والدليل على كونكم أبناء أن الله أرسل روح ابنه إلى قلوبنا، الروح الذي ينادي يا أبتي، فلست بعد عبداً بل ابن، وإذا كنت ابناً فأنت وارث بفضل الله. كلام الرب. بشارة القديس لوقا الإنجيل الباشير. المجدول يا رب المجدول. في ذلك الزمان تاسم عن الهيكل بدافع من الروح، ولما دخل بالطفل يسوع وابواه ليؤدي عنهما تفرضه الشريعه حمله على ذراعي وبارك الله وقال: ألنا تطلق يا سيد عبدك بسلام وفقا لقولك، فقد رأت عيناي خلاصك الذي أعددته في سبيل الشعوب كلها نورا يتجلى للوثنيين ومجداً لشعبك إسرائيل. وكان أبواه وأمه يتعجبان مما قيل فيه، وباركهما سمعاً وقال لمريم أمه: ها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل، ولعلامة تقام، وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح.
أيها الإخوة والأخوات، أحييكم مرة ثانية في هذا اليوم البهيج الذي فيه نكرم أمنا السماوية تحت لقب سيدة الجبل. أحيي أولاً كهنة عنجرة، كهنة الكلمة المتجسد، أشكرهم لهذه الدعوة لي ولكم كي نحتفل معاً بهذا العيد. أحيي جميع الكهنة القادمين مع رعاياهم لحضور هذا الاحتفال من مختلف المحافظات، وعدنا اليوم وكأننا في جو طبيعي، وإن شاء الله بيكون هذا زي إنباء عن المستقبل اللي منا يكون أكثر إشراق بعد المعاناة الطويلة مع الوباء. منهني كمان الطلاب وطالبات أول المناولة مع أهلهم، نحتفل معهم ونفرح معهم لأنه للمرة الأولى سيقبلون يسوع المسيح تحت شكل الخبز في القربان الأقدس، وهذه نعمة كبيرة تعطى لهم، وإن شاء الله ينمون بفضل المناولة، ينمون في السن والنعمة والحكمة عند الله والناس. إخوتي وأخواتي، نسمع بعد مرات هذا الاعتراض: أنتوا يا الكاثوليك، ما اللاتين كاثوليك في النهاية، إحنا والروم الكاثوليك والسريان الكاثوليك والأرمن الكاثوليك، كلنا نسمى أيضا كاثوليك، أنتوا يا الكاثوليك بتبالغوا في إكرام العذراء مريم، بتزيدوها، تطبشوها طباشة. شو منجاوب على مثل هذا الاعتراض؟ أنا عارف إنه أنتكم مش موافقين على الاعتراض، لو موافقين كان ما جيتوا اليوم، لكن منسمع هذا الاعتراض ومن وقت لوقت لازم نجاوب عليه بوعي. الجواب الأول: مريم امرأة متواضعة جدا جدا، بسيطة، ما كان عندها غرور ولا كبرياء، وما كانت شايفة حالها أبدا، كانت متواضعة. لما أنشدت تعظم قالت: نظر إلى تواضع أمته. هي الكاملة من ناحية أدبية وأخلاقية، كانت تعرف أيضا محدوديتها. والتواضع مش فقط نعرف محدوديتنا، التواضع نعرف إنه كل شيء كويس فينا بيجي من الله، كل خير فينا، كل نعمة فينا، كل مزية فينا هي من الله. المتواضع مش اللي بينكر صفاته، إذا ربنا أعطاكوا صفات جميلة وشكر الله عليها لا تنكروها. إذا واحد ذكي ما ينكر أنه ذكي، ما يقولش أنا غبي، هذا كذب. إذا أنت ذكي معناتك ذكي، لكن قول ربنا أنعم علي بنعمة الذكاء. إذا أنت عندك شغل كويس قول ربنا أنعم علي بهذا العمل الجيد. فالتواضع هو الإقرار بنعمة الله في حياتنا، وهكذا كانت مريم. وهي اللي أضافت: لأنه صنع بي عظائم. إذن هي اللي بتقول نظر إلى تواضع أمته، من ناحية كانت متواضعة لكن لم تنكر العظائم التي صنعها الله فيها. ونتذكر بهالمناسبة الامتيازات المريمية الأربع اللي أعطيت لمريم بشكل خاص، إحنا منسميها بدون توسع. أولاً: حبل بها بلا خطيئة، وفي عيد لهذه المناسبة. اثنين: البتولية الدائمة. ثلاث: الأمومة الإلهية، ابنها مش حيالله شخص، هو الكلمة المتجسد يسوع المسيح ابن الله. ورابعاً: انتقالها المجيد بالنفس والجسد بعد نهاية حياتها الأرضية. إذن لما العذراء بتقول صنع بي عظائم، هي تعلم أن الله أعطاها الكثير والكثير. منواصل جوابنا على هذا الاعتراض: إذا الله كرمها وأنعم عليها وميزها وطوبها، فمن نحن حتى ننكر عنها ما أراده الله لها؟ من نحن؟ ربنا اللي كرمها،
نحن نكرمها لأن الله كرمها. هذا السبب الأول. اثنين، عندما نكرمها نحن نكرم عطايا الله فيها. كل شيء فينا زي ما كل شيء في العذراء أمنا هو من الله. فعندما نكرم هذه الأم السماوية إنما نحن نكرم ونشكر ونسبح من وهبها كل هذه الامتيازات. نقطة أخرى، ما صار لمريم هو نبوءة عما سيحدث لنا. يعني انتقالها للسماء بالنفس والجسد مثلاً هو نبوءة عن قيامتنا نحن في آخر العالم. نحن أيضاً سنتمجد مثلها في السماء بالنفس والجسد، وما أعطي لها هو إنباء ونبوءة عما سيعطى لنا. فمريم هي صورة مسبقة عن الكنيسة، وما أنعم الله به عليها سينعم به علينا نحن أيضاً. مريم كانت طاهرة، نحن أيضاً نطهر بسر التوبة من خطايانا. نعم، بعد العماد وبعد سر التوبة اللي هو عماد ثاني، نحن نعود إلى وضعنا الأصلي عندما خلقنا الله بدون خطيئة. والنقطة الأخيرة هي الشفاعة. في ناس بنتقدونا، ليش بتضلكوا تطلبوا من العذراء مريم وبينكروا عليها الشفاعة؟ خلينا نطمن المعترضين، الشفاعة هي لكل القديسين. إحنا عندنا شفاعة. أنت لما بتيجي قدام مزار سيدة الجبل وبتضوي شمعة عنية شخص مريض، عنية شخص مشان ينجح في التوجيهي ويجيب معدل كويس كمان ويدخل الجامعة ويلاقي شغل، لما بتضوي شمعة وبتصلوا عنية شخص معين، هذه شفاعة. نحن نشفع لبعضنا البعض. هلأ شفاعة القديسين تتفاوت، كل ما الإنسان كان أقرب إلى الله كل ما كانت الشفاعة أقوى وأعلى. هلأ إحنا شفاعتنا موجودة رغم كوننا خطأ. كم بالأحرى شفاعة مريم التي كانت بلا خطيئة. فإذا هذا الامتياز هو لها وللكنيسة أيضا، وأعطت البرهان على ذلك. يعني في عرس قانا الجليل والكل بيعرف ما حدث، يسوع لسه لهلا ما عملش ولا معجزة، مش معروف عنه أنه صانع معجزات. أجت أمه وشوشته، لم يبقى عندهم خمر، كرمالها رغم أنه ساعته لم تأتي بعد، كرمالها صبق الساعة وحول الماء إلى خمر طيب المذاق. أراد يسوع بهذه المعجزة أن يقول لنا اذهبوا إلى مريم، اطلبوا منها، شفاعتها قوية. فإذا ربنا أعطاها الشفاعة، من نحن حتى ننكر لها عنها هذا الحق؟ بالعكس، نشجع بعضنا البعض لما نكون متضايقين، زي ما نلتجئ للقديسين أيضا وبشكل أفضل أحرى أنه نلتجئ لأمنا السماوية من خلال زيارة مزاراتها، نصلي صلاتها، نصلي المسبحة، نصلي الطلبة الرائعة، طلبة العذراء مريم، لأن الألقاب التي فيها أعطيت لها من السماء. إخوتي وأخواتي، نهنئ بعضنا بعضا بهذا العيد، نهنئ أمنا السماوية بالإنعامات التي حصلت عليها من الله، ونطلب لأنفسنا لكم ولنا نعمة القداسة، لأننا جميعا مدعوون للاقتداء بقداسة أمنا السماوية عندما قال يسوع لنا كونوا قديسين كما أن أباكم السماوي هو قدوس، وكونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. آمين. وكل عام وأنتم بخير. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل،
خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوٍ للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين. أيها الإخوة والأخوات، لنرفع ابتهالاتنا إلى عرش النعمة ونحن واثقين من أنه سيستجاب لنا. أيتها الأم العذراء، يا من تفوقين سائر الخلق اتضاعاً وسموًا، نسألك أن تتضرع لنا عن ابنك يسوع بأن يحفظ قداسة البابا فرانسيس وترياركا بيار باتيستا وجميع الأساقفة والكليريوس كي يقدسوا الكنيسة بهداية الروح القدس في طرق القداسة فيظهر صورة الله في العالم من خلال أعمالهم وأقوالهم. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. أنت يا أم الرحمة، أطلب لنا من يسوع من أجل ملكنا المحبوب جلالة الملك عبد الله الثاني يحبه الله الحكمة ويمده بالصحة والعافية، ليبقى راعيا للأردن وحاميه، وليحفظ الله أردننا في نعمة السلام، وليثبت أواصر الأخوة والتضامن بين المواطنين يسير في طريق الخير. إلى الرب نطلب. يا ابن مريم البتول استجب لنا. أيتها الأم البتول فائقة القداسة، يا من كنت لنا عونا مستديما، إليك نتوسل أن تقفي إلى جانب عائلاتنا المسيحية وخصوصا تلك التي تمر بمختلف الصعوبات كي يجدوا في المحنة طريقا إلى تثبيت الحب، ولتبقى العائلة المقدسة هي رمز وأساس عائلاتنا المسيحية فيكونوا شهودا أمناء لرسالة المسيح على الأرض. إلى الرب نطلب. يا ملكة السلام، نتوسل إليك من أجل أن تعم الوحدة والسلام في العالم وخاصة في الشرق الأوسط، فلتحول قوة الروح القدس البغضة إلى محبة وحب الانتقام إلى مغفرة فيفيض السلام في قلوب فتتحقق العدالة والوحدة بين الدول والشعوب. إلى الرب نطلب. أيتها البتول مريم، نذكر أمامك قدس الأب يوسف نعمات الذي خدمك بأمانة وثبت حياته بالتعبد إليك، فشجع المؤمنين من الاقتراب إليك وبنى لك هذا المزار
الذي يأتيه المؤمنين من مختلف الأماكن، فاذكريه أمام ابنك يسوع المسيح. إلى الرب نطلب. يا ابن مريم البتول استجب لنا. تحنني يا أمنا البتول على جميع الموتى المؤمنين من أهلنا وإخوتنا وأقاربنا وجميع الأنفس المطهرية المنسية، ليكونوا جميعاً من ذوي الميراث السماوي وشركاء في مواعيد ابنك السماوية، فننال نحن وإياها مراحم ابنك، وننال غفران خطايانا. إلى الرب نطلب. أيتها البتول مريم سيدة الجبل الفائقة القداسة، تحنني علينا وتشفعي لنا لدى ابنك يسوع، كي لا يسمح بأن تبعدنا الصعوبات عن طريق الإيمان والرجاء والمحبة، وليرى فينا الآخرون شهودا حقيقيين للمسيح. إلى الرب نطلب. اللهم ملجأنا وقوتنا، يا مصدر العطف والحنان، التفت إلى تضرعات كنيستك الواثقة بالمسيح ربنا. آمين. المسبحة الوردية. كل حبة من حباتها تنساب بين أنامل المصلين الواثقين بمفعولها العجيب الذي يزودنا بالنعم ويغمرنا بالبركات. نقدمها لك يا أمنا، طالبين إليك أن تلهبي قلوبنا بحبك وحب ابنك، فاقبلها يا رب وبارك. البخور. مع دخان هذا البخور وعبقه نجبل صلواتنا وشكرنا وابتهالاتنا، مرددين مع أجواق الملائكة والقديسين أنك قدوس إلى أبد الآبدين، فاقبله يا رب وبارك. الورود. هذه الورود التي تلبس بهاء الطبيعة بألوان عجيبة تسر النظر، تعرف حق المعرفة أنك يا مريم تفوقينها جمالاً وبهاءً، وهي تدرك أن قيمتها تزداد وعبيرها يفوح أضعافاً عندما توضع تحت قدميك، فاقبلها يا رب وبارك. طعام الفقراء. نقدم لهم ما هو من حقهم، نقدم لهم ما ائتمننا الله عليه من عطايا، لنعيش المحبة الأخوية الصادقة ونشعر بلذة العطاء، فاقبله يا رب وبارك. الكفارة. هذا الرداء المقدس الذي يضعه الكاهن حين تلامس يديه القربان المقدس، اجعل أجسادنا يا رب مقدسة حين نتناول جسدك ودمك المقدسين، فاقبله يا رب وبارك. الخبز والخمر. بهما تتم ذبيحة الصليب كل يوم وعلى مدار الساعة على هياكل الرب في كل بقعة من أنحاء العالم. هما غذاء البشر الذي لا ينضب ونبع الحياة لكل ظمآن. هما جسد ودم من يتجسد على هيئة طفل ليبدأ مخطط الخلاص ويختمه بجسد معلق على الصليب ليكون ذبيحة كفارة عن كل البشرية، فاقبلهما يا رب وبارك.
صلوا يا الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ليقبل رب الذبيحة من يديك لمجد اسمي وتمجيدي ولخيرنا ولخير كنيستي المقدسة بأسرها. مثلنا بين يديك اليوم يا أبا المراحم في ذكرى القديسة مريم والدة الإله، فأصغي إلى صلواتنا والتفت إلى تقدمتنا كي تكون مرضية عندك وتؤيدنا بعونك وحمايتك بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. ومع روحك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى العلا. لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشيد بمجدك يا رب في جمع القديسين، وأن نجل رأفتك في ذكرى مريم البتول القديسة، ونحن نردد مديحها الخالد. حقاً إن عظائمك لعجيبة حتى أقاصي الأرض، ورحمتك للذين يتقونك تشمل جيلاً بعد جيل، لأنك عطفت على أمتك المتواضعة وبها منحتنا مبدع الخلاص الأبدي ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا. وإن جوقات الملائكة به لعظمتك يسبحون، وهم في دار الخلود بين يديك بفرح ماثلون. فإياك نسأل أن تضم إلى أصواتهم أصواتنا فنسبح معهم جميعا في سرور وابتهاج هاتفين. قدوس 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 إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيد روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي. يا
ذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته، نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين، نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم أذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، بلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس، بطريركنا بيير باتيستا، أسقفنا ويليام وسائر الإكليروس. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي، وإياك نسأل أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله سيدة الجبل، ومع الرسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلا بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. المسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد. امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعاليمه الإلهي نجسر ونقول السلام في أيامنا، أعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنامنا كل الطيراف، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام استودعكم سلام أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك أيضا. من خلال انحناء لنتبادل سلام المسيح. سلام لكم. سلام لكم.
ارحمنا حمل الله هو ذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. لنتقدم بقلوب يلهبها الحب، لنقبل المخلص الفادي ضيفاً عزيزاً ونملكه على مجامع قلوبنا وكل حواسنا، لتصبح أجسادنا بيوتاً مهيئة يسكنها المسيح كما سكن في رحم العذراء في غابر الزمان. رح يكون المناولة في 4 كهنة موجودين أمام الهيكل. إذا سمحت وتكرمت نتقدم من وسط الهيكل من الممر الرئيسي والعودة من الأطراف. لما نوصل للوسط كل واحد أي كاهن فاضي يتوجه للمناولة عنده مباشرة. لن تعودوا كالأطفال، لن تدخلوا
قبل الصلاة الختامية وقبل الدورة بنشكر مرة تانية سيدنا ويليام، ألف شكر سيدنا، وسقفة كبيرة لسيدنا لأنه يجي عندنا. بحب أشكر كمان أبونا نادر موجود معانا، ألف شكر أبونا على زيارتك. بشكر كمان كل الكهنة اللي حضروا معانا ودائما بيشاركونا احتفالاتنا بالاسم، رح أنسى أسماء بس بشكرهم جميعا. كمان بحب أشكر الرهبات، الرهبات اشتغلوا كتير في العيد هاي المرة. عندنا المادرة الجديدة مادرة رحمة، بنشكرها لأن تعبت في الاحتفال وعد وراحت وجت، فألف شكر مصير. وكمان عندنا الرئيسة الإقليمية للرهبات مادرة تشيلو، اجت كمان عشان تساعدنا في العيد من الضفة. بحب أشكر قناة نور ساد إنهم اجوا مصوروا والحفل أذاعوه مباشر هلا مذاع أو انزاع، فألف شكر. بشكر كمان موقع أبونا دايما حاضر معانا وموجود. بشكر صليبة على الصوتيات، بشكر الشبيبة اللي ساعدونا في الشغل والترتيب، وبشكر كتير وسقفة كبيرة للكورال، الكورال الجديد بتاعنا. احنا عندنا اتنين كورال، امبارح بالليل رتل الكورال الكبار والنهاردة رتلوا كورال الصغيرين لسه طالعين، فشكرا لكم وان شاء الله دايما للأمام. شكرا. وكمان بنحب نشكر الكشافة، كشافة الحصن، هم يجوا مستقبلوا سيدنا وموجودين معنا. بحب كمان أشكر الجهات الأمنية، هم من امبارح عندنا موجودين لغاية النهاردة، ألف شكر ليهم على تواجدهم. كمان بنقول ألف مبروك لأطفال أول مناولة، هدول محتاجين السقفة مش إحنا، هدول هم كانوا 10 سيدنا بس حصل ظروف في 3 مجوش فصاروا 7، فمبروك. وكمان اجى عندنا الصبح محافظ عجلون بنشكره حتى لو مش موجود معانا، فبنشكره على زيارته لينا، ألف شكر. في حدا تاني نسيته في الشكر؟ نسيت انا يا جماعه، الاخويه، شكرا للاخويه، الاخويه لانهم دائما بيساعدونا ودائما موجودين، ألف شكر للاخويه، اخويه الامهات، شكرا لكم. وهلا منا نشكر الله، صلاة الشكر بعد التناول. لنصلي أيها الآب الرؤوف، غدوتنا بالمن السماوي، ونحن نقيم اليوم عيد القديسة مريم الدائمة البتولية، فاجعلنا نقتدي بالبتول دائماً كي نسهم مثلها في خدمة سر الخلاص بالمسيح ربنا. آمين. نقوم الآن بالدورة بأيقونة أمنا مريم العذراء سيدة الجبل. يريد أثناء الدورة نشارك في التراتيل المخصصة وعدم القيام بلمس الأيقونة أثناء الدورة، والبركة الختامية تعطى بأيقونة أمنا مريم العذراء في النهاية.
الرب معكم ومع روحك أيضا. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض بشفاعة سيدتنا مريم العذراء الكلية القداسة سيدة الجبل. بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. كل سنة وانتم طيبين.